أهلا بكم في مقالة عاد بها إلينا الكاتب الكبير الأستاذ محمود معروف ناقد الرياضية بعد أن أخذه منا أيضا التشجيع الرياضي فترة طويلة. كتب مقالة أنا شايفها ممتعة. ده عشان أنا قلت لك ما مقالة غير متوقعة. لا هو بقى له مدة الحقيقة عاد إلى فكرة أنه يكتب في النقد الرياضي ما يبقاش يعني ميوله بتطغى عليه. كتب إيه؟ يا أهلي فاضل كأس العالم. أيوة ده عنوان مقالة الأستاذ محمود معروف. لم يبقى إلا بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر، لو فاز بها الأهلي ليكون النادي الأهلي الوحيد في الكرة الأرضية الذي فاز بكل كؤوس والبطولات اللي دخلها. فالأهلي في الملعب ما يعرفش أبوه، لا يرحم أي منافس كان قويا أو ضعيفا، وهو ما حدث معه هذا الموسم حيث فاز ببطولة الدوري قبل نهايته بسبع أسابيع، وفاز بكأس أندية أفريقيا أبطال الدوري بعد أن هزم الزمالك في نهائي البطولة في مصر، وأخيرا أضاف نفس الأسبوع بطولة كأس مصر المرة 37 في تاريخه، ثم ذهب إلى التوقع أنه فاضل بطولتين السوبر الأفريقي والسوبر المصري، وشايف هو أن فرص الأهلي فيها تصل إلى 70% وقول يا رب. ولكن مباراته الأخيرة أمام طلاع الجيش كان يراها ملحمة كروية رياضية، ونتفق معه أنها كانت ملحمة، لأن قدام طلاع الجيش الذي أطاح ببيراميد ثم الزمالك ثم ناوأ الأهلي وشربوا نفس الكاس، الأهلي كان 1-0 يحقق التعادل في الوقت المحتسب بدل من ضائع في الدقائق الأخيرة، احتكم الضربات الجزاء اللي احنا بنقول يا رب فيها. ويرى أن مدرب جنوب أفريقيا موسيماني المدير الفني للأهلي مدرب ممتاز وادع الخطة المناسبة، وهو أيضا محظوظ 1000% بتدريب الأهلي حيث حصل معه على 3 بطولات في أقل من أسبوعين، وهو ما لم يحدث مع أي مدرب من قبل. أصبح موسيماني من أشهر مدربي الكرة في العالم وإفريقيا. ولكن الأستاذ رضوان الزياتي أيضا له مقالة أيضا في الجمهورية، وهو يعني كاتب رصين، كاتب بيسأل سؤال منطقي جدا، العنوان بيقول ماذا تريدون من بطل الثلاثية التاريخية؟ هو بيذهب في هذه المقالة انتوا بتقارنوا ايه؟ هو احنا كل ما يحصل رقم للأهلي كاسب ثلاثية بتقارنوا ايه؟ ايه هواية المقارنة بين جيل وجيل؟ لا والأداء، ولكن الناس بتنتقد الأداء في المباريات النهائية، يعني هو انتوا مش شايفين الأهلي بيلعب بكثافة مضغوطة قد ايه؟ مش شايفين انه ما كانش جاهزيته 100% شأنه شأن فرق العالم كله، ان ما ادوش الاداء الممتع ده؟ ليفربول يا اخوانا وبرشلونه وريال مدريد بيتعثروا، فانتوا طالبين من النادي الاهلي كل الاداء الممتع والجداره والسكور الثقيل، لازم هيحصل حاجات من كده. ده ملخص ما كتبه الاستاذ رضوان الزياتي، ولكن وقف عند نقطه مهمه جدا، ودي معناه ان الاهلي بينافس الاهلي. هوات المقارنه بين الاجيال، ليه تملي مقارنه بين الاجيال؟ جيل الكابتن ابو تريكه وزملائه في ظروف لا يمكن تكرارها، لأن كل شيء كان على أعلى مستوى. الظروف بدأنا نقترب من هذه الظروف، وبإذن الله نشوف هذا الجيل الذي كسر حاجز التحديات الكبرى فاز بثلاثية. هذا كلام بختصره لكم للأستاذ رضوان الزياتي، وبتسأل ماذا تريدون من بطل الثلاثية. أنا عايز أسألك سؤال، هو إيه سر مكاسب الأهلي؟